بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ما شاء الله تبارك الله، هذا الحوض اللي زرعناه قبل 3 أيام بالضبط، شوفوا ما شاء الله كيف فخانة الأزولة، ما شاء الله تبارك الله. هذه هي فوائد ايش؟ الزراعة المكثفة. حتى شوفوا ما شاء الله كيف الجذور، شوفوا جذور الأزولة كيف ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. الحوض ما شاء الله مرتفع يمكن نص سنتي، الأزولة فوق بعض، حاطيها يومين إن شاء الله، وحأزرع الحوض الثاني اللي هناك بحول الله تعالى، وحوريكم دحين نبذة بسيطة عن كيف تسوية الحوض، لأن كثير من متابعيني طلبوني كيف تسوي الحوض وكيف هذا. حديكم فكرة برضو سريعة كذا عشان يكون واضح إن شاء الله. هذه طريقة الحوض، الحوض هذا ما شاء الله 28 زي ما قلنا، أول في 10 ما شاء الله. شوف رفعنا السواتر الجوانب عقوم بارتفاع تقريبا 40 سنتي أو 50 سنتي. بعدين بالنسبة للأرض الأرضية حقت الأحواض اللي تكون أرض ناعمة وأرض ماحي حجرية أرض طينية، خلاص تفرس المشمع عليها على طول ويدفن أطرافه زي ما هناك عندي، يدفن أطرافه، أنا حاط أطرافه طين، يدفن أطرافه ويحط الموية ويزرع إن شاء الله على طول. أما بالنسبة اللي زي حالتي هنا الأرض حجرية هذه، أنا حطيت اللبادة والعزل الحراري وحطيت كمان موكيت تحت المشمع عشان لما نجي نقلب ما يكون الحجر يشق المشمع علينا. وطبعا الحوض، خلنا نرجع الحوض، هذا الحوض من أول يوم حطيت فيه أسماك القوبي، نزلت فيه 1500 سمكة قوبي. شوفوا ما شاء الله كيف فخانة الأزولة، حطيت فيه 1500 ما شاء الله، ما بين فيه، حط الأكل هذا لي تقريبا 5 دقائق ما أشوف السمك جاء. شوفوا ما شاء الله كيف ثخانته، الحوض ما شاء الله. هنا ممكن أشوف الأزولة مؤخرة، احتمال يكون السمك واضح. نعم السمك هنا، شوفوا يوم جيت شرد قاعد ياكل، إن شاء الله يوضح معانا. على العموم زي ما قلت لكم، من فوائد أسماك القوبي تريحك في تقليب الأحواض، هذه واحد. ثاني شيء تسمد، ثاني شيء تقضي على تكاثر الحشرات خاصة صغار البعوض اللي هي ضار الأزولة، بإذن الله تعالى تقضي عليها. وإن شاء الله يومين بحول الله تعالى وهننقل من الحوض هذا مع الأحواض اللي عندي الثانية، وحنزرع إن شاء الله الحوض هذا واحتمال الحوض الثاني. هذا الحوض كلفنا زراعته 135 كيلو، وما شاء الله كان سطح الزراعة لكنها كانت خفيفة لكنه كان مكثفة. الآن ما شاء الله شوف بدأت ترتفع الأزولة فوق بعض بعد 3 أيام، وحسمد اليوم، لسه ما سمدت، اليوم إن شاء الله العصر حسمد بحول الله تعالى. حبينا نشارككم الفيديو هذا، إن عجبكم دعمونا بلايك واشتركوا في القناة وانشروا المقطع لتعم الفائدة لدى الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.